قصة الأميرة المطبوعة على قطعة 2 يورو اليونانية مع اعتماد اليورو كعملة موحدة لدول أوروبا. اختار اليونان قطعة 2 يورو على صورة الأميرة أوروبا والثور الأبيض. شو قصتها الأميرة؟ ومن وين إجت؟ وفقاً للأسطورة، أوروبا أميرة فينيقية، هي ابنة أجينور ملك سور الفينيقي، وكانت رائعة الجمال. هناك نهار كانت بتتنزه مع وصيفاتها على شاطئ سور، فأعجب بها زوس كبير آلهة اليونان وانبهر بجمالها. خاف من أنه يرفض من قبل هالأميرة، فتحول إلى ثور أبيض، فاقترب منها وجلس عند قدمي الأميرة. دب الخوف بقلب أوروبا، لكن سرعان ما عادت الجرأة إليها، فاقتربت من الثور وجلست على ظهره. فبدأ الثور بالركض سريعاً باتجاه البحر على الرغم من صراخ أوروبا وهي متمسكة بقرنين، إلا أنه الثور خرق الأمواج وابتعد عن الشاطئ باتجاه جزيرة كريت اليونانية. وقت الوصل للجزيرة استعاد زوس شكله كشاب وسيم، فأغرمت فيه الأميرة. وخاف أجينور على بنته، فقرر إرسال خي قدموس للتفتيش عنها. غادر قدموس إلى اليونان واصطحب معه العديد من أفراد أسرته، وبقي بصور فقط الملك أجينور وأحد أبنائه فينيكس. هالأسطورة خلدت من قبل نحاتين ورسامين منذ القدم، فمثلوا الأميرة والثور الأبيض على السيراميك، على الفسيفساء، وبخاصة بالقرن الرابع الميلادي. تتواجد هالمنحوتات اللي بتمثل الأميرة بأكبر متاحف العالم اليوم. هالأسطورة إلى مدلولات عديدة، منها حقائق تاريخية بتعكس العلاقات الاقتصادية والسياسية بين حضارات الشرق الأدنى القديم، أي فينيقيا ومصر وبلاد ما بين النهرين من جهة، وبلاد الغرب المعروف اليوم باسم أوروبا عبر بلاد اليونان. وبتظهر هالأسطورة اختلاط واضح بين الحضارة المشرقية والحضارة الغربية، فالأميرة أوروبا بتمثل الشرق بحضارته العريقة اللي وصلت إلى كريت ومنا إلى اليونان ومن ثم إلى أوروبا، بينما الإله زوس بيمثل إله الحكمة عند اليونان، فالحكمة اليونانية سمحت بانتقال الفكر والثقافة الشرقية إلى الغرب اليوناني ومن ثم إلى الغرب الأوروبي عبر اليونان، وهي تحمل بعد لانتقال الحضارة من الشرق إلى الغرب عبر اليونان. لهالسبب اتخذت هالقارة اسم أوروبا، أي الأميرة المشرقية اللي نقلت معها حضارة الشرق إلى الغرب، وأصبح هناك امتزاج بين الحضارتين المشرقية والغربية، فظهر عصر الحضارة الهلنستية، فعرفت هالقارة الغربية باسم الأميرة أوروبا ابنة ملك سور. وتابعونا بسلسلة جديدة عن قدموس ماذا سيفعل ببلاد اليونان حين سيذهب ليفتش عن أخته أوروبا.